بعد عملية الفرز النتائج هي كالآتي: عدد الأصوات المعبر عنها 1644، عدد المصوتين بنعم 1566. هي نقطة واحدة وهدف واحد، ديمقراطية قل نظيرها في الممارسة السياسية. يعود حزب العدالة والتنمية من جديد لإعطاء درس في الممارسة الديمقراطية في بيته الداخلي. أول نقل مباشر لأطوار المؤتمر الاستثنائي أثار دهشة الإعلاميين والسياسيين داخل وخارج أرض الوطن. من هنا دقت ساعة العمل. جنود في الخفاء وفي العلن أبوا إلا أن ينقلوا لكم الحدث بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة. عزيمة وإرادة، استماتة ومهنية تؤتت لمسار الإعلام الحزبي الجديد. ليس لدينا ما نخفيه، صورتنا كبياض الثلج. 6 ساعات من البث الحي، قبلها ساعات طوال من الإعداد والتحضير. لجان تنظيمية لاستقبال الوفود من مختلف ربوع المملكة إلى عاصمة المملكة، والوجهة هنا مركب الأمير مولاي عبد الله. طبعا كما هو معلوم الإعداد لمؤتمر مثل المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية يتطلب تقريبا على الأقل أسبوع على المستوى التنظيمي، على المستوى على الأقل أسبوع. احنا متواجدين في هذه القاعة ابتداء من هذا اليوم الاثنين او الثلاثاء الفارط. القاعة المعدة الآن بشكل جميل كما لاحظتم، المنصة الكراسي مجندين الآن، أكثر من 200 شاب من شباب ديال العدالة والتنمية اللي اليوم كيستقبلوا المؤتمرين، كيوجدوا لهم لي باج، يوجدوا لهم الملفات. دقة في التنظيم وحفاوة في الاستقبال من وإلى التصويت على نقطة تأجيل المؤتمر الوطني العادي المزمع انعقاده في السنة المقبلة. فما هي دواعي الاستثناء؟ إن المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في دورة استثنائية بالرباط يوم 28 مايو 2016 يقرر ما يلي: تأجيل المؤتمر الوطني الثامن للحزب إلى أجل أقصاه متم سنة 2017 في تاريخ يحدد وفق ما تنص عليه مقتضيات النظام الداخلي للحزب، وذلك قصد التفرغ للاستعدادات اللازمة للانتخابات التشريعية المقبلة. انعقاد أعلى هيئة تقريرية والمتمثلة في المؤتمر لتأجيل انعقاد المؤتمر العادي أمر يؤكد الديمقراطية الحقيقية التي يمثلها هذا الحزب، واحترام تام لهيئاته ومساطره وقوانينه، واطلاع بالمباشر للرأي العام على حقيقة الديمقراطية الداخلية لحزب العدالة والتنمية والمبنية على احترام المؤسسات والانضباط لقرارات هيئاته التقريرية. هي دورة استثنائية بجدول عمل عادي، لكن مع ذلك حزب العدالة والتنمية اعتاد أن يقدم نموذج لبقية الأحزاب المغربية على اللحمة وعلى التعبئة التي تسود مؤتمراته الوطني بالخصوص وكل مؤسساته بصفة عامة. اليوم هذا المؤتمر هو داخلي لا يشهده الضيوف، لكن قررنا في الأمانة العامة أن يحضره الصحفيون من أول فقرة إلى آخرها. المؤتمر تميز بحضور وازن للصحافة الوطنية من مختلف وسائل الإعلام الإذاعي والتلفزي والإلكتروني، انكبوا بشغف على توثيق الحدث الديمقراطي. فسح المجال للتداول في مشروع القرار، تدخلات لممثلين عن مختلف الجهات أجمعت كلها على اعتزازها بالعمل الديمقراطي للحزب وبأداء الفريق الحكومي والفريقين البرلمانيين والمنتخبين محلياً، ودعمها لقرار تأجيل المؤتمر الوطني الثامن من أجل الاستعداد الجيد لورش الانتخابات التشريعية المقبلة واستحضار ما يتطلبه إعداد المؤتمر الوطني الثامن من وقت وجهد. نحن مع القرار لتأجيل كل الأمور ديالنا بكل روح رياضية وبوعي تام، واستدراك اللحظة نشهد في أمين العام بأنه محارب
وهذه استراحة محارب، استراحة المحارب بكلمته الصادقة وبوعيه الثاقب لخطر القوى النكوصية. ونقول لأميننا العام ولكل الإخوة، نحن معك سواء كنت زعيماً رئيساً سجيناً شهيداً، فنحن معك على الدرب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن أن ننتج ديمقراطية في الوطن إذا لم تجسد الديمقراطية على الممارسة السياسية داخل الهيئات الحزبية، ولا يمكن أيضاً أن نطالب بتفعيل الديمقراطية على المستوى الخارجي ونجهضها داخلياً. هكذا انطلقت عملية التصويت، حيث تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروع القرار الذي تقدمت به الأمانة العامة لحزب المصباح، وصوت لصالح المشروع بعد فرز النتائج 1566 صوتاً من أصل 1644 من مجموع الأصوات المعبر عنها، وذلك بنسبة 95.26%، فيما صوت ضد مشروع القرار 73 مؤتمراً وألغيت 5 أصوات. اختتمت أشغال المؤتمر بكلمة الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، الذي أكد بمنطلقات الحزب ومرجعياته في ممارسة العمل السياسي، مذكراً بالمسار الناجح للحزب وبهويته باعتباره حزباً سياسياً مدنياً، وبثقة المغاربة في مناضليه ونظافة يدهم، ومواقفه في الدفاع عن الثوابت الوطنية. هذا الذي حين سيعمام سوف يكون كالظهر لجلالة الملك في معاركه الخارجية والداخلية دفاعا عن وطنه. هذا هو المغرب الذي نريد، هذا هو المغرب الذي نحاول، هذا هو المغرب الذي وضعنا في بنائه لبنات، ونحن مستعدون لوضع لبنات أخرى حتى يصبح التحكم وحتى يصبح المناورة من التاريخ الذي ننساه وننسى أصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسدل الستار على المؤتمر الوطني الاستثنائي إذن، وبشهادة الجميع عرف تنزيلاً حقيقياً لمبادئ الديمقراطية الحقة من خلال التداول الحر والصريح الذي اطلعت عليه الصحافة في إطار الوضوح والمصداقية بدون توجيه من زعيم وأي قوة قيادية أخرى، كما يقع في مؤتمرات بعض الأحزاب السياسية.